عن العبادة، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن الأعمال والعبادات منها أعمال قلبية أو عبادات قلبية وأعمال ظاهرة. فالتوكل والإنابة والخشية والرهبة والتأله هذه أعمال القلب، وأعمال القلب أكثر من أعمال الجوارح. فالصيام والصلاة والصدقة والحج دي من الأعمال الظاهرة. فمعنى يعبدون أي أن تصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى، وأن لا تشرك مع الله عز وجل إله أو مخلوق، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو طالحا أو غيره. ما تصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فقد عرف أهل العلم الإشراك بالله بقوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآية فيها تعريف الإشراك بالله عز وجل، وهو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله. المعنى إنه حاجة خاصة بالله، ما تقول الله عنده وعبد الله عنده، لأننا من تقول الله عنده وعبد الله عنده كده ما بتكون حققت الغاية التي من أجلها خلقت، وهي عبادة الله عز وجل بالتوحيد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأنه اليوم في هذا الزمان توجد من الطوائف والفرق الموجودة الآن إنما تحمل عقائد تخالف هذه الآية. من هذه العقائد التي تخالف معنى يعبدون قول أصحاب الطرق أن الأولياء يمكن أن ينفعون الإنسان. يقول لك الوالدة بيسوي لك وبيسوي لك قوماك نزاور، قال ده، قال قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، ده قال الأولياء اللي بيزيلوا البيو. واحد تاني قال: إنا بخطب في البلاد نازيله قل يا ولي الله إسماعيل. قال لو جات مصيبة كبيرة في البلد تقوم تكورك تقول يا إسماعيل الحقنا وابزعنا. وده من الشرك بالله عز وجل المخالف لهذه الآية. وربنا سبحانه وتعالى قال الأولياء الناس الميتين ديل، الناس الماتوا ديل المدفونين في القبب ديل والمدفونين تحت الواطة ديل ما عندهم حاجة، ده بشر. ربنا قال: عباد أمثالكم. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فده شرك أكبر. الزول بيقول بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، ده أشرك مع الله. فالبيعتقد إنه ينادي له شيخ ميت كويس معك، ده قد أشرك مع الله عز وجل. فإذا صام وحج وصلى ما عنده أي حاجة، ما عنده أي شيء، لأن ربنا يوم القيامة قال: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عنده خلوة كبيرة بحفظ القرآن، عقيدته كيف؟ الخلوة خليها، العقيدة كيف؟ بيقول لك لا، بيأكل مليون نفر، بيأكل خليها، عقيدته عقيدته في الله كيف؟ يقول لك الزول ده بندها جماعة في التلت ناديهم قوموا صيح لهم وارمي الحمالة عليهم وابقى منهم وفيهم، مشرك ما عندك حاجة. ربنا بيتكلم عن الأنبياء، ربنا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في الشرك بالله عز وجل. وقال له الأنبياء كلهم: ولقد أوحي إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك، الأنبياء القبليك، لئن أشركت قال ليحبطن عملك
ولتكونن من الخاسرين. وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأن يا أخواننا ربنا قال فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فزال بيعتقد العقائد الموجودة في كتاب النور البراق، في كتاب اسمه النور البراق، في مدح النبي المصداق، وما عنده علاقة بالمديح الكتاب ده أصلا. ده قال الأولياء كلهم قال بيعلموا الغيب. قال الأولياء بيعلموا الغيب، قال بيعلموا الغيب الأولياء الشد، قال بيعلموا الغيب. وده شرك أكبر، شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، لأنه علم الغيب حاجة خاصة بالله. علم الغيب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ما في مخلوق في الكون ده، لا نبي لا ملك إطلاقا، ما في زول بيعلم. لأن ربنا قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ما في زول بيعلم الغيب إطلاقا. في زول بيعلم؟ طيب الجماعة اللي قالوا بيعلم شيخ الزريبة بتعرفوا؟ واحد هنا في كردفان مالف قصيرة يسيبها مصر المامنة، ده قال قماك نزاور للأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، من الأولياء يعني منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. قال الأولياء بيعلموا الغيب، رأيك شنو بالكلام ده؟ فبقى عندك واحد من اثنين، يا إما تكون مع القرآن العظيم، يا إما تكون مع هذا الدجال الأفاك الذي يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى. واحد من اثنين، يا كرام الله يا تمش مع الزول. القرآن ربنا قال ما بزل بيعلم غيب، الجن ما بيعلموا الغيب، الملائكة ما بيعلموا الغيب. ربنا بيتكلم عن سليمان عليه السلام وعن الجن. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت، أي سليمان عليه السلام، قال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من سأته يعني العصاية. سليمان عليه السلام لما مات، مات وهو متكئ ماسك عصاية كده، ماسك عصا، جاءت الأرض، الأرض تعرفوا الأرض اللي بتاكل الخشب دي، جاءت الأرض أكلت العصاية دي. ربنا قال قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب شنو ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى الجن ما بيعلم الغيب، الجن شنو ما بيعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ده يتراضى في بعضه، بيركب فوق بعض كده، قال فيسترق السمع. وربنا بيرسل له شهاب بيشيل كلمة واحدة بيسمعها من الملائكة، بيجي يوريها للدجالين. ما في ذول بيعلم غيب، جن ما بيعلم غيب، ملائكة ما بيعلم الغيب. ربنا قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا شنو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الملائكة قالوا شنو؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة ما بيعلموا الغيب، عرفت كيف؟ الملائكة ما بيعلموا، الجن ما بيعلموا. طيب تعال شوف الأنبياء. ربنا بيقول لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى قال شنو؟ قال سبحانك ما قلت لي إلا ما قد علمته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت شنو؟ إنك أنت شنو؟ علام الغيوب. الأنبياء ما بيعلموا الغيب. طيب نشوف أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء بيعلموا الغيب ما بيعلموا الغيب. ربنا بيتكلم عن أفضل من خلق الله، محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل مخلوق خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب، يجي بتاع الختمية في كتاب النور البراق يقول الخاتم بيعلم الغيب. الخاتم يساوي شنو قدام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجيك البرعي يقول لك لو لي بيعلم الغيب، ماذا يسوى هذا البرعي أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يساوي تراب نعل النبي عليه الصلاة والسلام. شفت التراب الفي نعال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من هذا البرعي. يقول لك قال بيعلم الغيب، ده كلام الله يا زول. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة وكانت خفيفة الوزن، فذهبت تقضي بعض حاجتها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك الجيش، فجاءت عائشة رضي الله عنها قال فوجدت الجيش قد شنو قد تحرك، فقالت العقد بتاعه عقد من زعفران، عقد من شنو شجر اسمه الزعفران، رجعت تشوف العقد لقت الجيش يتحرك. جاء المنافقين لما جاء صفوان ابن المعطل رأى عائشة، رجع عائشة، عائشة بعد ذاك رجعها للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صفوان كان نومه ثقيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخليه آخر زول ورا هناك. الجيش لما يتحرك بيجي بلف في المحل اللي فيه الجيش، شوف في حاجة واقعة بيلمها معاه. هو شاف عائشة قبل آية الحجاب قال سبحان الله، استغرب إنه أم المؤمنين يخلوها، وتاني ما نظم ما فتح خشمه. المنافقين عبد الله بن سلول لما شاف صفوان ومعه أم المؤمنين طوالي تكلم بالكلام السيء في حق عائشة رضي الله عنها، فك إشاعة في المنطقة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث كم؟ شهرين اثنين، شهرين صلى الله عليه وسلم يجي لعائشة رضي الله عنها يسلم على ويفوت، هي ما عارفة الحاصل شنو. كويس؟ بعد ذاك ربنا نزل وحي من فوق سبع سماوات يبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أنت عارف العقد لقوه وين؟ العقد لقوه تحت الناقة اللي كانت رابقة فيها عائشة رضي الله عنها، تهيد بس. الناقة دي مبركة، العقد قاعد تحت الناقة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب، ما كان قال لهم العقد تحت الناقة ارفعوا الناقة العقد هناك؟ مش كان قال لهم في زول بيقبل يتكلموا في عرضه شهرين؟ خلي النبي عليه الصلاة والسلام، وده من أقوى الأدلة في إنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بعد الأدلة التي ذكرناها من كلام ربنا جل وعلا. فما في واحد دقيق يغشك لا ختم ولا سجم رمات، ما أفضل بعلم غيب إطلاقا، وده الناس ضلال، الناس دي ضلل الأمة دي كلها. قال إن كنت في هم وغم قال فانده وقل يا مرغني قال آتيك بسرعة. في كتاب مناغب صاحب الراتب قال لو كنت في مشكلة كبيرة قول يا المرغني، قال فر بحصلك طوال. كويس؟ ما وطيب انت ما كان ساكنك، انت مش كان ساكنك الخادم الصغير ولا الكبير، مش كان ساكنه جايبينه بيقرا الايه، القران بيقراه غلط. تذل من تشاء وتعز من تشاء، الجماعه سموه حماده من تشاء محمد. كويس معك؟ تذل من تشاء، في ايه اسمها من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، قراها غلط. يقول لك ده قال جد الرسول، ما عنده علاقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه كلمه مرغني دي، مرغني دي ده اسم تركي، الزول جده تركي ما عنده علاقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ عشان ما يغشوك، لانه كتار كده يقول لك لا ده جد الرسول. شوف لو جد الرسول عديل، نحن بنقول له انت جدك ما مباري وليه؟ انت مباري جدك؟ لا ما مباري جدك، انت فكيت درب جدك
احنا ما عندنا معك شغلة. عرفت كيف؟ فنرجع ونقول دي من العقائد الباطلة، انه ادعاء علم الغيب او اعتقاد ان الاولياء شنو ممكن تسألهم من غير الله عز وجل، ده كله بنافي هذه الآية، بنافي هذه الآية. والعقائد كثيرة جدا المنتشرة في هذا الزمن. فالإنسان عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده، لأنه والله الذي لا إله غيره، والله تمش لله بأي ذنب، أي ذنب تمش لها، تموت على ذنوب كثيرة لكن ما تموت لله بيعتقد لك في شيخ، لأنه لو موت معتقد لك في شيخ بدي الجنة، جماعة بيمشوا لك، مرة ما ولدت جارين باوين الهداي ولا بسموه شنو ولا النجاي ولا شنو الهداي ور جارين الهداي ده يجيب لك الجنة من وين؟ وما عارف ود الفك إبراهيم وغيره، ما في ذول. عندك هناك في شمال أم درمان، في شمال أم درمان ناس بيقول لهم الكباشي ده، قال بيدي الجنة، قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، ده قال دي الجنيات، قال مرة ما ولدت ور، وانت لو بقيت بليد، لو بقيت بليد سوق المرة وديها هناك، والله يدق فيك مقلب، شفت تشرب ما تروى، والله الذي لا إله غيره، دار تضيع عرضك أمش ودار الجماعة دين. ربنا قال كلام واضح، كلام الله ده واضح، ربنا قال له ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ولا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم شنو ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده ربنا قسمها كده، ناس بدهم ذكور بس، تلقى بيت ذكور شت، بيت تاني كلهم أناتي شت بنات بس، بيت تاني تلقاهم أولاد وبنات، وفي واحد تاني ما عنده أي حاجة، ال 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 الأبو ما عنده أي مشكلة نصيح، والمرأة نصيحة، كويس معك؟ وكثير حصل الكلام ده، يفك المرأة هو يمشي يتزوج يجيب أولاد، المرأة تمشي تتزوج تجيب أولاد، ما عندهم أي حاجة، لكن الله ما رزقهم. الله شنو؟ الله ما أداهم، يقول لك قال ماشي للشيخ، والشيخ ذاته ما ولد، الشيخ ذاته تلقى ما عنده، هو ذاته ما عنده، يقول لك الشيخ بيسوي ذينا وبيسوي ذينا، هو الشيخ ذاته عنده ملاريا وعنده شوال بتاع حبوب تحت المخدة، كويس؟ عنده حقن بدوها له، حقن بتاعت راجمات بتاعت ملاريا، كل يوم بيرجموه بحقنة، كل يوم بدو لك حقنة بقلبوه كده على وشه وبدو حقنة، ده زول ذاته، زول القلب يلحق، يا زول بيمشي الحمام، زول بيمشي الحمام، زول كان شافع يا اخوان، كان شافع بيرضعوه وبياكلوه وبيغسلوه، ولما كبر ورياضته سايله لما شويه علموه وبقى يا حبيبي بقى يمشي، تيجي تقول له ده قال بيعلم غيب وبدي جنة، يدي معاه شنو؟ زول ما عنده حاجه، زول مات، مات انتهى، انتهى من راحت في المغابر، زول مات ادوه قطن، كويس معاك؟ حاشا لك قطن، وادوه كفنوه ربطوه التب حفر له ودى لحد جدعوه جوا، ادوه طين وتراب وشال عليه دعوا عليه، ده يقوم تاني؟ يقول لك برضه، يقول لك بيقوم وبيقدح حوايج الناس وبيجي راجع تاني. والله يد ده واحد كبير سماني، كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية، بروفيسور الفاتح غريب الله، قال له هل الولي ممكن يمرق من القبر يقضي حوايج الناس ويجي راجع؟ قال نعم، في حق الولي جائزة. واحد دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية بيقري تفسير في كلية الطب، قال من المعلوم عندنا إنه الأولياء قال تمشي للشيخ تدفع له البياض، قال ينزل لك المطر، تدي بياض الشيخ ينزل المطر، مطر ما جات أمشي للشيخ أدي بياض المطر تجي نازل. وقال في واحد قال تلقى واطاء بيناتها تقنت، ديل دفعوا البياض المويه جاته، وديل ما دفعوا المويه ما جاته، قال ويجيك وهابي، قصدنا نحن يعني، يجيك وهابي يقول لك اسال الله، قال بعد المطر ما بتنزل، قال ده مشرك ولا ما مشرك؟ ده دكتور هسه قاعد، دكتور قاعد في جامعه هسه قاعد،
وقال عنده 70 دليل انه الاولياء بنزل المطره. والله ما عندك الحبه، ما عندك الحبه دي، ما عندك مطر، شنو بتنزل يتازل يا اخي؟ النبي عليه الصلاه والسلام طلع المنبر بيخطب في الجمعه، جاء اعرابي بالباب قال له يا اخي معنى الكلام؟ قال له البهايم عطشانات والبلد ما فيها قش، ما في، والبهايم عطشان. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه، رفع اصبعه كده، دعا الله. عمل شنو النبي عليه الصلاه والسلام؟ دعا الله، ما بينزل مطره لكن بيسال الله. قال السماء ما كان فيه سحاب نهائي، ما في سحاب في سماء. قال جاء سحابه كبيره والمطر نزل، اسبوع كامل المويه شغاله. بعد اسبوع جاء النبي عليه الصلاه والسلام في المنبر قال له المويه، المويه دي كثرت، الناس خلاص غيروا بالمويه. النبي عليه الصلاه والسلام لما دعا الله المطر نزلت، قال لما نزل من المنبر قال فان الماء يتقاطر من بين لحيته صلى الله عليه وسلم، بس نزل اصبعه كده المويه نزلت، قال فتقاطر الماء من بين لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. دعا الله، ده يجي يقول لك قال ولي بنزل مطره بقروش؟ تبغى تنزلها مجان ساي؟ ما تنزلها مجان، تنزلها بقروش ليش؟ عرفت كيف؟ يعني شغل بتاع كذب، والدوام ايش يدفعوا؟ يدفعوا العيتان والسخلان يدفعوا، وديل قاعدين العطاله قاعدين على الشغله دي. شفت لك فكي شغال زراعه ولا بيحوش في التمر؟ ما في كلام زي ده. شفت لك شيخ طريقه شايل له توريه نازل لا تحت؟ لاقاك؟ ما في. ده عاطي القاعد نظيف ياكل في العيتان وفي الجدات، ها؟ قاعد مرتب والجماعه بيجيبوا يجيبوا له يقعد تتكلم فيه الغيامه تقوم. انت زعلان مالك؟ زعلان مالك انت؟ قلنا لك الزول ده ما عنده حاجه مع الله. عندك دليل؟ تعال جيبه. ربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ونحن ما خايفين من اي زول. واسمع، ما خايفين من اي مخلوق في الوطني. عندك علم؟ تعال جيبه. اما لو جيت زول مشاكل ودار تضارب، نحن ما عندنا معك شغل. عرفت كيف؟ لكن لو دار علم حجه، تعال نوريك. اوريك الله قال كده، الرسول قال كده، نوريك العلم شنو. كويس معك؟ لكن جوت كواريك ده ما شغلنا. يعني احنا ما حكومه، احنا شغالين دعوه. وما تابعين لاي حزب، انا قدامك ده ما تابع لاي حزب ولا لجماعه ولا تابع لانصار سنه ولا انصار جن، كتاب وسنه بس. انت في زول عنده راي ثاني؟ قران بس وسنه. تقول لا اله الا تبقى معانا؟ ما معك، انا مع الرسول بس. كويس معك؟ مش الفنان قال ان احنا مع الطيور؟ ان احنا ما مع الطيور، احنا مع الرسول. كويس معك؟ اللحيه دي حقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عملوا عملنا. ربنا قال في سوره الحشر كلام وارد زي الشمس. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمسك في الله وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تمسك لك في اي مخلوق، ده المنهج ده الاسلام كده. لا داير لا جماعه، لا داير لا طريقه، لا داير لا حزب، لا داير لا كلام فارغ. قران وسنه على فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كويس معك؟ وده كله هوس ساكت، كله هوس، جماعات دي كلها هوس، كلها اخوان مسلمين تكفيريين، ما عارف داعش، ما عارف حزب شنو، كله ده هوس، ما عندهم اي علاقه بالكتاب والسنه. ما عندهم اي علاقه بالقران وبالسنه اطلاقا. عرفت كيف؟ ما في. زول بيلقى ناس مسلمين بيمسكهم بيطبعهم، يقول انا زول دين؟ ده ما عنده علاقه بالدين اصلا، ما عنده اي علاقه بالكتاب والسنه. عرفت كيف؟ وديل ما عندهم علاقه، يقول لك ده انصار سنه، ديل زمان بيقوا بتاعين سياسه. كويس معاك؟ بيقول لك انصار سنه ديل بيقوا بتاعين سياسه زمان، لو في ضد على غالي تخليه يرفع اصبعه عشان نوريه الادله والبيانات. عندنا وثائق راقد، قبل 4 سنين كنت الافي معاهم، ما عندهم علاقه بالسنه. بدري ده زمان دخلوا البرلمان وسياسه وعربات داخله ومارقه هو الساكت. تتمسك بالقران والسنه بس. قال النبي عليه الصلاه والسلام تركت فيكم امرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، قال كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا مش واضح؟ ما دار له زياده، بس ده الموضوع.
كرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ما تركت أمر يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. كلامنا واضح؟ قال أي حاجة توديكم الجنة وريتكم لها، أي حاجة توديكم تبعدكم من النار نهيتكم عنها. كلامنا واضح؟ ده ما دار له ثاني جماعة، يا جماعة دار جماعة دار له حزب، ما دار له هوا سياسة. وما بجوز أصلا، ما بجوز تخش لك في جماعة، ولا بجوز تنشئ لك جماعة، ما بجوز لا تنشئها لا تخش فيها إطلاقا. واحد سألك قال لك عملت لك لحية بقيت مع الجماعة ولا ما مع الجماعة؟ مع الرسول بس، قول له كده، قول له أنا تبع الرسول طوالي صلى الله عليه وسلم. ثاني في كلام؟ خلاص، السلام عليكم.